السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض شرح الانريل، وده محرك العاب قوي جدا ومستخدم شغل البيم. استخدم شغل البيم ازاي؟ بعد ما بخلص الموديل على اي برامج البيم، بعمل له اكسبورت على الانريل وببدا اكمل شغل عليه، بعمل له رندر وخلي الشخص يقدر يمشي جوه المبنى من خلال الماوس، من خلال الفيرتشوال رياليتي، من خلال المالتي رياليتي، من خلال الكيبورد، من خلال العصا الالعاب وهكذا. طيب، عايز ابدا احط بعض العناصر في المشهد عندي. ممكن تيجي هنا بيزك وتبدا تختار مثلا شكل من اشكال تبدا تحطها عندك. ممكن تحط مثلا مكعب بالشكل دوت، ممكن تحط سفير. طيب، كل واحد فيهم ليك ان انت تعمل له موف وروتيت وسكيل، وكل واحد فيهم تقدر تيجي هنا تد فيه بالشكل دوت او تظهره، وممكن تدوس عليه بحيث ان انت تتنقل للشكل زي ما انت شايف. ممكن برضه تيجي هنا تدوس عليه كليك يمين وتقول له براوسنج اسيت في العناصر اللي هنا، او تعمل له ايديت بحيث ان انت تغير فيه، او تقول له جو هير فيبدا يعمل زوم عليه وتبدا تشوفه. ممكن تحط لايت، تيجي تختار كده نوع من انواع اللايت ده على شكل نقطة من جميع النواحي. ده ريس لايت، ده سكاي لايت، ده كله تمام. ممكن تحط كاميرا. طيب، لو انا جبت كده سحبت الكاميرا دي وحطيتها هنا، تمام، بدأ يظهر لي الكاميرا هتشوفه. تقدر تيجي تقول له انا عايز هنا اشوف او المنظر من الكاميرا دي، فتبدأ تشوف اللي الكاميرا شايفاه بالشكل دوت. طيب، وبعد كده ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوفه مثلا من خلال التوب، عايز اشوفه من خلال البرسبكتيف زي ما انت شايف. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز هنا الكاميرا، وتيجي هنا تقول له اقسام الشاشة لاربع اقسام، فيبدأ يجيب لك ده هنا مثلا البرسبكتيف، هنا يجيب لك الفرونت مثلا او اي حاجة تانية. ممكن تشوف مثلا حاجة على شكل مثلا واير فريم بالشكل دوت وهكذا، بس يبقى كل اللي عندك كل المشاهد موجودة. وكل عناصر، بكل عنصر بتحطه بيبدأ يظهر معاك في العناصر ديت اللي هو الكونتنت براوزر.